السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم معتصم من قناة تندرية الترام. اليوم عندنا درس جديد لروم خاص بهاتف نوسري طراز 9005 كالعادة. حبيت أتكلم عن الروم، يعني بالذات الروم ده، يعني أنا أول مرة يعني أستخدم الرومات المطبوخة أول مرة إلى جاني الروم بالاسم ده، يسوى اسمه كاردينال روم طبعا، يعني خاص بهاتف نوسيري، فما عارف يعني الاصدارات الاخرى، لكن بالذات الى النوسيري يعني اول مرة يعني يصدر كاردينال. طبعا هو يعني روم جاي باصدار اندرويد 8.1.0 احدث الاصدارات. فطبعا يعني ما دام الروم جديد بيكون فيه شيء مختلف، فأنا لحد الآن حبيت أكتشف الحاجة دي أنا وإنتو سويا. زي ما شايفين طبعا من عائلة وسب، وسب دي طبعا فيها كمية من الرومات اللي بتكون شبه مستقرة، يعني ما بقول لك مستقرة فيها، هي فعلا فيها رومات مستقرة بالكامل، لكن احنا كاردينال زي ما ملاحظين يعني اول مرة نحنا يعني نعمل درس في روم بنفس الاسم كاردينال، اذا كان من الرومات الصاغة السفن او السكس او الفايف او حتى الفور، ما في شيء اسمه كاردينال ما عدا جي بي الاصدار الاخير الحالي اللي بيتكلم عنها في الايد. طبعا الروم زي ما ذكرت لكم انها روم حديثة وجديدة، طبعا يعني احتمال كبير يكون فيها بعض الشوائب او بعض الشيء اللي ما مقبول فيه، زي ملاحظين هنا برضو في الشاشة امامنا مشغل بتاع الميوزك ما في، يعني قبل كده ذكرنا في رومات صعبة انه المشغل بتاع الميوزك ماشي، يعني الواحد يشيل له زي أهمية كبيرة لأنه ممكن تتحل إشكالية تبقى تطبيق عندك تسطبه أو تنزل من النت عادي، فما فيه إشكالية. فأما لي الكاميرا، الكاميرا برضو كويسة، يعني ما فيها شيء يذكر يعني الكاميرا برضو زي ما ملاحظين هنا برضو جاينا بتصميم مختلف من الرومات السابقة، يعني كويس لا بأس بيها. ف زي ما ذكرت لكم هنا هي المشغل بتاع الميوزك طبعا ما موجود. وقبل ما اخش في الشيء يعني اشوف هنا طبعا يعني جايب لنا احنا في الرومات الاخرى، لو لاحظنا يعني لما ندوس في إعدادات الصفحة الرئيسية هنا بيجينا الشغل بتاع الخاص بشكل الأيقونات و شيء من الشيء ذكرناه. فأما هنا في بعض الاختصارات طبعا الموجودة في إعدادات الصفحة طبعا تقدر تستفيد منها. غيرت الإشعارات، غير التشغيل، تغيير شكل الرموز طبعا، رمز دايرة أو رمز تمع أو أزمة الرموز طبعا. هنا إذا كان عندك يعني بعض البرامج بتاع الرموز عاد اقتراحات تطبيق دايرة غايمة كل التطبيقات طبعا، دي أنا ما متأكد منها هي شنو أصلا وظيفتها عشان نقدر. الخلفيات طبعا زي ما شايفين هنا في خلفيات بتخص الروم هو نفسه، يعني بنفس نشوف الإعدادات، بنفس نشوف طبعا الروم بيحتوي على كنترول، فيه بعض الأدوات اللي ممكن تقدر تستفيد منها، أنا ما بقول لك كلها لكن يعني فيها شيء يعني ممكن تستفيد منه ويكون شيء أساسي أنت محتاج له في الهاتف.
ماشي يا أساسي. تلاتة بتاعت الساعة ذهب بيتي، تعمل باليمين أو بالشمال حسب الشيء اللي انت عاوزه. هنا برضو ممكن تكتب أي حاجة حبيت تعملها، يعني ما في شيء كتير نحن نقدر نذكره في الروم، ما دام الروم هي روم حديثة لنوت سيري بأول إصدار يجي بالشكل ده لقدام. طبعا هتكون يعني هيكون فيها تحديثات، طبعا تحديثات كثيرة جدا لبعض الأمور اللي هم هكتشفوها وهتصلح بإذن الله. هتكون يعني من الرومات المستقرة جدا والممتازة جدا، ما دامت في هنا برضو. هنا لو احتجنا لي برنامج بتاع سبستوين، طبعا هنا سبستوين طبعا عشان تقدر تغير الخلفيات في او شكل الهاتف. نمشي نشوف كده الشاشة اذا كان في شي، مصر الجهاز طبعا تلغيه يعني في شي كتير انقصه الشاشة. ده كل ما في الروم. أتمنى أن يكون الدرس عجبكم، ولا تنسوا الاشتراك واللايك في القناة ليصلكم كل جديد، وأشوفكم في أمان الله.